السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. هذا النهار جبت لكم واحد العصير منزلي تقدري تصايبيه في الدار، كيجي المذاق ديالو زوين، تقدري تقدميه في الفطور، والاهم حاجه هو ان المذاق ديالو زوين. المهم خليكم على فيديو. غادي دابا نمشيو للمكونات. غادي نحتاجو جوج ديال الزروديات اللي هما خيزو مسلوقين، غادي نحتاجو كيلو ديال الخوخ. الكميه تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. غادي نحتاجو وحده ساشي ديال ايديال فاني وجوج معالق ديال السنيده، وغادي نحتاجو لترونس ديال الماء اللي سلقنا فيه الخوخ وزروديه. نمشيو دابا نطبقوا الطريقه. نجيبو مولينكس نديرو فيها المكونات ديالنا. غادي نزيدو عليه نصف الكميه، هذيك خيزو اللي درناها غادي نزيدو عليها نصف الكميه ديال الماء اللي عندنا، وابخي نزيدو الخوخ. الخوخ والزروديه كما قلت لكم ديجا راهم مسلوقين، هذاك الماء اللي غادي نطحن فيه هو اللي سلقت فيه، يعني ما ديروش ما اخر، الماء اللي سلقتو فيه هو اللي ديرو به، هو اللي طحنوا فيه العصير. كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نضيفوا الساشي ديال الفاني. انتوما عندكم كامل الاختيار، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. وغادي نضيفوا جوج معالق ديال السنيده. غادي نطحنوا المكونات كاملين حتى يتخلطنا العسل مزيان. فوالا هو العصير ديالنا واجد، كيف ما كتشوفوا كيجي زوين الصراحه. تقدروا تقدموه في الفطور وبصحه والراحه. نتمنى تعجبكم لا فيديو.